امبارح مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/2024 والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف. مرة تانية، لأنه الكلمتين دول مهمين جدا الحقيقة، وده كان اجتماع لمجلس إدارة النادي الأهلي امبارح. في مجلس إدارة النادي الأهلي أمس اعتمد في اجتماعه تقرير اللجنة المشكلة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 10/1/24 والخاص بإعادة هيكلة عمل مجموعة الوحدة الاقتصادية بالتعاون مع شركة استادات الوطنية، بالإضافة إلى إعادة هيكلة قناة الأهلي المملوكة لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع شركة بريزنتيشن لايف. وكان المجلس قد اجتمع عصر أمس الاثنين لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة الحالية. ده كان قرارات حدثت أمس بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. وبالمناسبة، لأنه في ناس كتيرة بتتكلم في هذا الأمر، كابتن خطيب سافر، النادي الأهلي هو نادي مؤسسي. يعني إيه نادي مؤسسي؟ يعني نادي بيعتمد على أن هناك ملفات كثيرة جدا، كل أعضاء مجلس الإدارة، كابتن محمود إدى لكل واحد من أعضاء مجلس الإدارة ملف خاص بكل ما يخص الأمر. مثلا هنعمل كذا الفترة اللي جاية من خلال الملف ده اللي هو كان أساسا منخرط فيه خلال الفترات السابقة. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم، لأنه في ناس كتيرة جدا بتقول لي إيه أصل الكابتن خطيب سافر. طب ما كابتن خطيب رئيس النادي، وهناك أعضاء مجلس إدارة على أعلى مستوى، وأعضاء مجلس إدارة محترمين، وكل واحد فيهم تقل كبير في مكانه كلهم، ومعانا إدارة تنفيذية محترمة جدا، إدارة الدكتور سعد شلبي، وبالتالي ولجان مختلفة زي الكلام اللي حضراتكم سمعتوه من شوية ده. اللجنة كانت مكونة من يوم 10/1/2024 خدت بعض القرارات، وهي هيكلة الأمور ما بين النادي الأهلي واستادات الوطنية، زي ما حضراتكم سمعتوا كده في الكلام اللي قاله دكتور سعد شلبي امبارح واللي احنا بنقوله النهاردة لحضراتكم طول النهار. وبالتالي النادي الأهلي هو نادي مؤسسي، نادي لا يعتمد على شخص، لا يعتمد على فرد، ولكن كابتن خطيب هيبقى مطلع على كل الملفات كالعادة. ده الطبيعي يا جماعه، وده اللي بيحصل. فانا مش عايز حضراتكم تقلقوا من حاجه، ان شاء الله كل حاجه كويسه، وما تقلقوش، الفتره اللي جايه فتره كويسه جدا جدا جدا. وكابتن الخطيب بيتابع كل الامور، وكل حاجه بتوصل له اولا باول. هو بس بيبقى مستريح شويه من الضغط العصبي اللي موجود، مش اكتر. ان شاء الله ربنا يرجحونا بالسلامه، إن شاء الله عندما يتم الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالرحلة هنقول لحضراتكم وهنعلن لحضراتكم كل هذه الأمور.